السلام عليكم حبيباتي، مرحبا بكم. فيديو جديد، فيديو على غير المتوقع. فكيف قلت لكم، كنا ان شاء الله السبت هو لادات اللي غادي نبداو الرحيل الكبير، فوقع ما وقع كيف ما قلت لكم في الفيديو اللي فات. دابا ما غاديش نرحلو اليوم، فغادي نتسناو 3 ايام اخرى ان شاء الله. اليوم صدقت ما درت والو، عتي واحد الطوخه باش تكوني جامعة حوايجك، جامعة كل شيء، معوله ان صافي بقات لك واحد اليومين وتموفي عاود تسقات قصي خمس ايام. المهم روينا، ولكن قلت ما نضيعش هذا النهار، لانك تعرفوا جاي عيد الكبير وخصنا نمشيو نشوفوا الاضحيات ديالنا ونختاروهم قبل، لان ما تيكونش واحد العدد كبير، ما بغيناش نبقاو حتى لاخر لحظه. فبما انني ما رحلتش اليوم والرحيل جاي وغادي نتلها معاه، صافي قلت لصاحبتي اليوم مادام ما رحلتش اجي نحيدو بعدا شي حاجه اللي مهمه، نمشيو للفارم نشوفوا الحواله ان شاء الله ونختاروا شنو بغينا ونعربنوهم وداك الشيء باش نكونوا مرتاحين من هذه الناحيه، باش ما يضيعش هذا النهار. فكي تشوفوا وجدت راسي وتنتسنى ان شاء الله غادي تجي عندي صاحبتي وغادي نمشيو الفارم اللي عيدنا فيها العام اللي فات. لا، لان عيدت في المغرب العام اللي قبل منه، لا عقلتو العام ديال كورونا كنت عيدت في ديك الفارم، فغنمشي لها هي نفسها، نمشيو نشوفو شنو كاين ونمشيو نختارو ان شاء الله الاضحيات ديالنا باش نرتاحو من هذه الناحيه. فالمهم انا لبست وجدت، صاحبتي جايه في الطريق، التنابيله جايه في الطريق غادي تمشي معانا ان شاء الله، نشدو الطريق نكمل لكم التصوير ونصور لكم الفارم ونصور لكم كل شيء. خليكم معايا ما تمشيو فين، ما تديوش على المخاد داك الشيء التخربيقات. المهم راه الرحيل تعرفوا شنو هي الرحيل، جيت نوريكم كل شيء في السايكل وكل شيء في الصنادق. المهم الروينة الله يكمل هذا الشيء ويتمموا ان شاء الله بخير وعلى خير. غادي نهبط للبسيس برديلتي حيت صاحبتي راه هي في الطريق، ونبدا لكم التصوير ان شاء الله منين نخرجوا من الدار. خليكم معايا ما تمشيو فين، على ما نهبط وتجي صاحبتي ونشدوا الطريق. هبطوا بعدا ديروا واحد اللايك لهذا الفيديو ونكملوا ان شاء الله ونشوفوا الحواله في الميريكان. السلام عليكم البنات، وها حنايا شادين الطريق. ابو البوله شاد جات ما صنع الصوت غير احنا شادين الطريق. عادي انا هند اللي سايقه ما حبيتش شدني واحد حرق الراس، ما شكيت عليكم. ايوا ان شاء الله نوصلوا ونصوروا لكم ونعزلوا الحواله الا لقينا شي ما يتعزل. خليكم معنا جات الفوز هنا انعطف يمينا، يلا خليكم معنا البنات. عطف يسارا، ها والله الا عقلت على هاد البلاصه اللي في هاد الكويمبا، تنجيو لهنا وندورو. هادي ذا سيم، حيت هي اللي عيدنا في هذيك المره. شوفوا البنات، حنا في العربيات الميريكان، شوف العربيات الميريكان فيها البومبا، فيها هادي وحده في الميريكان. الفيرمات البنات اللي بغات شي فيرمه، نبيلة اختي ديري لنا شي فيرما، انا نبقاو نجيو عندك الويكاند. راني ديبوزيت واحد سميتو، عرف انت شي حاجه؟ كنتسنى غير من هنا الاثنين يردوا عليا، سينو نموفي لحاجه اخرى. وغاتشريها بحواله ولا تشريها بحواله بلا ما نمشيو نعربنا؟ لا ما فيهاش الحواله، عاد تربيهم. قولي ما عاد العيد الجاي، حتى العيد الجاي نجيبهم بيبيز ونو العرف وداك الشيء. انتي ما تذبحيهمش الا جبتيهم بيبيز، لا ربي عليهم الكبده اختي، نعطيهم سبيل. لا ما نقول لهم ما تدبعوهم ليش، انا سيروا بعدو مني. تولي دايره لنا حقوق الحيوان. لا ما نجيبش كاع الحوال اختي، نسيت داكشي اللي فيه الذبيحه ما نجيبوش، نجيب القطوط، نجيب الطيور، نجيب الدجاج والسمان. لا والله لا جبتهم ولا ما نبيعوش، نجيبو مسكين نخليه يموت بوحدو موتات الله. احنا وصلنا يا البنيات، هبع الحوالة، هيا الفارم البنات، هنا فين تنعيدو. شوف الداخل هنا فين كاين فين تنعيدو، تيكونو الناس هنا دايرين الخيام في العيد. هذا راه هنا فين تيكونو الداخل. والله عاد شتوهم، شوفي المجموعين مخبعين مقغ، ماشي بحال المغرب تيحيدو لهم الكرون وتيحيدو لهم. لا ولكن حتى القزاميين قزاميين ماشي سرادة. شوفي
وراهي صغيورين تيكونوا تيكونوا صغيورين الحموم زوين كروازي مالهم جاي والله ماشي نورمال هذا اللي من الناس العامر مضبط غادي يقدر يجري شنو راه عرفتي انت مو حيت غادي عندها حالها تجي بينا دابا نبقاو تابعينهم هاد الحوال راه غادي عندها شوف شوف والله الا عرفت شتي مشى عندها عندك الاحساس اختي شوف هي نبيله نبيله اللي ما عمرك مرحبا بنبيلة ولكم ماي دير دابا تعزلي شي حاولة صغيرة دينا لي دينا تردها لحيمة من هنا للعيد ودابا فين هو قال لك احنا هنا شاي قال لك شوفي و حتيش مرة تيهرب وكان دير نشوفه كنعزلو عتي ديك المره كنا دخلنا وسط الكوري بعدا في الكوري تتبقى مزيره معاهم ما عندهم فين يهربوا اجي نشوف الكوري ها الكوري البنات شوفوا هذا قداش منين يبين شارف شوف مستخفان ودرتي واحد ستوري طايره انت اختي سمعوا هاد تندير ستوري تتبقى تانب لي الضمير هند غادة دخل عندهم الشجاعة هلاو حتى يدخل فيك شي حد ينضحك ولكن ما عندهمش الكرم انعطف يمينا او ما نادو او ما كانوا دايرين لا سيست مساكن هما تنجيو عندهم تيهربوا بحال البقرة وصفتو حولي صفتو ماشي حولي ملقن جدي جدي هذا هو مقدم الحومة رقم 30 اجي نتفاهم هذا باينة لا كلهم فيهم النمارك شي حرش شي حتى طاب شي زويون هذا اجي وليدي اش هاك 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 نضحك صافي يجي عندك بصح صافي يا ربي شوفي يا اختي شوفي شوفي دابا ينطحها ماما حبيبه ميسان الزين كيعجبني ريحة الحولي ويلي والله كنبقى نشم نشم عاود نمشيو عندهم عاود يهربوا شي واحد ما بقى في الدارية حنا دابا مازال ما والو بصافي لا حنا الحوال ماشي لا جا نقولوا له يمكن اللي فيهم النماري مبيوعين ها اللي ما فيهمش النمار انت هو جا هو دخلهم لنا باش ندخلو نعزلوهم في الكوري هنا تيهربوا الريح قال لك ولي ولي على كلوز دو دو او هاد الريحه انا ديما او الغبره قتلتني اه انا اللي اختارت البنات نمبر 2 زيرو اوكي اوكي نمبر 2 صور صفه ديري بيكتشر 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 صافي نمبر 2 اكتب لك الاس يو بوت اس تو هاي هاي نبيله طيشه حوليا يلا سي باي حبيبي احنا جايين
قال لها شوفي انت واش عجبك. عنده الحق مسكين. ها انت خدامه مع كهيند. هو بان لي شويه فيه اللحم راه زوينه. سمير مديح دح ماشي فيه عامر. لا لا ولكن عامر. شوفي اللحم عامر شوف قلبي. هذه الدياله ديالو تتحسي بها سمينه. هذه الدياله بعدا باوت مجروح هذا ايوان الوان ودا. لا اي شي حاجه غير غير تبن. لا لا تبارك الله زوين. لا عامر عام شكر شو مني تيتنفس تتبان لك الكرشو تتهز فين فين جهدها. بل زعما مزيان درتي اخر شيء. نبيله صافي خدمات مع مول الفيرما. درت الاش. اه انا باش تدرت درتها. اوكي جود 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 احنا راجعين البنات غادي نرجعوا غادي ندوزوا للسطور عندي تشهيت الكسكس 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 تشهيت الكسكسو. قلت لنبيله جي ندوزوا نشريوا الخضره ما عنديش واللحم عتو الثلاجه خاويه وساعه تنخويها تنقول راحل غادي ندوز نشري خضره الكسكسو نمشيو للدار نطيبوا كسكسو ناكلوه في الليل ان شاء الله ونكمل لكم التصوير باذن الله. حنا البنات جينا الفريش وورد شري اللحم والخضرات الكسكسو كاع ما تنبغي نشري بزاف. جيبي لنا كره راسها الزين هي. ها انتما البنات صافي شريتي اللحم والخضرات الكسكسو وغادي نمشيو. ها هو عمي الحاج كيقطع لينا الدلاح الله يخلي له صحيحته. تبارك الله عليك عمي. ها انتما التقطيعه بروفيسيونيل كشي غزال تبارك الله. إلا عرفتي شنو هاد الشيء نعرض عليكم. صافا نصبات لينا كسكسو مسكينة دارت لنا كسكسو. الخضيرة ها هي قطعنا الخضيرة وهو الدلاح. إيوا الله يخلف عليهم. نشوفو البنات من الكوزينة لسيفوي شرينا اللبن. تتقول لي نبيله ميك شور تتصوري حيت قبيله بقيت نهضر 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 في الاخر لقيت راسي ما تنصورش. شرينا اللبن شرينا الدراري كاب كيكس وجينا نشريو الورد لان غدا كاين عيد الاب. ايوا لالا وكنت شاريه الكادو لخالد وناس يا جاب لي الله راه مازال عيد الاب بعيد. تجات نبيله مسكينه وجايبه لواحد الكيك وقالت لي راه جبتها على حساب باباك وعلى حساب خالد راه كاين عيد الاب. قلت لها على قرب قالت لي راه غدا. قلت لها فيها خير نحتفلوا بهم فناخذوا لهم وريض من هنا. والكيك راه درناها في الثلاجه اللي جابت لهم نبيله مسكينه. واللبن راه خليت اللحم تيطيب وعاد نرجع نرمي الخضار. شي نبيله تتقلب. الكسكسو ديالي البنات ها انتم يلا سقيت انت نسقيو البنات بداو يبكيو فين مسكينه بدات تبكي. ها احنا جايين صافي رجل تيعيط وتنصب خالد واش ما نغرفش. سمعتي خالد ثلاث صفات قالك ديك البنات شوف شوف السنية ديال الاتاي وسط الروينه. المهم انا تنرحل البنات راه انا تنرحل ام سو سوري. المهم الكيسان انا درت هاد الكاميرا بعدا حنا عمرنا غير في هاد كويسات. المهم داكشي اللي جا بدا حيت اغلب الماعن جمعتهم. شوفوا حتى الفراش شوفوا الفراش باش ناكلوا الكيكه فراش ديال الطرط جمعتهم الموز ولا ليش جمعتهم غير هادي حطيتها. المهم هي هادي اللي جابت لنا بولبوله الحاج عند خالد. ما كنتش عارفه غادي يجي صاحب راجل صاحبتي. قلت لها صاحب صاحبتي ياه وخديت هادي وشينا نشريو الورد خديت هاد الكوكيز وانا زدت له سميتو طبعتها هانتوما سمير خالد دو الحاج دريس وصافي. هاد الحليوه اللي جابت نبيله كاب كيك جبناها للدراري صافي اتاي ما فيه حتى شي حاجه دابا ماشي وقت الزياده وقت البساطه. المهم هو نجمع دابا شنو نديرو نشعلو لهم الشمع ونغنيو لهم ونطلقو. لا كاينه واحد الاغنيه الصونغ ديك العام درناها لهم
فادرز داي سون غراتها تكون في اليوتيوب تيقول لها هابي فادرز داي غادي تلقوها في اليوتيوب خصنا نغنيو ايوا الغنى ما نعرفش المهم تنطلقوها الوليدات ولا لا هابي بيرثداي خصنا نعيطو لبابا بعدا يطلع يجلس عاد نعيطو للدراري ونعطيوهم الورد يدخلوه البابا واتهم هم نفيقو نفيق لا لا رفايق جيبي التليكوموند هنا ونزيدوه هنا وماشي سمعنا ورا ما زدتي والو باش يسقوا باش هما يزيدي باش تقطع لهم هضرتهم باش هما يستنتابهم يلا سيري سيري دخلي دخلي يلا امي Happy Father's Day! عيد الأب عندنا في ميريكان. Happy Father's Day, daddies! الله. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Happy Father's Day! بابا طفي 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 صافا البنات يلا كيف مشاو من عندي البنات بغيت نوريكم هذا التيشيرت هذا هو اللي كنت اوردريت لخالد على حساب الفادرز داي عجبني بزاف واحد الموقع ونورمالمون تيكونوا فيه هنا الاسماء انا ما درتش الاسماء درت غير الحرف الاول من اسم حمدي جانا وخالد كاتبين فيه dear dad forget father's day we love you every day love وتديري هنا عدد الوليدات اللي عنده واش ولد ولا بنت تديري حتى الاسماء انا ما بغيتش ندير الاسماء كاملين شي لا باغي يلبسوا هكا في الزنقه ما يبقاوش غادي هكا والاسماء مقريين وصافي وعجبو داكشي دوزنا وقيد زوين هما عاد كيخرجوا من عندنا دابا البنات المهم داكشي غير بسيط ولكن ضحكنا ودوزنا وقت زوين سلام ايوا صافي البنات غادي نقول لكم الى اللقاء نتلاقاو في فيديو مقبل باذن الله نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يكون عجبكم ودوزتوا معنا نهار زوين نتلاقاو في فيديوهات مقبله راح عليكم كيف العاده احبكم في الله مع السلامه عاد تخنقت فيا الحساسيه وديك الكوارة اللي دخلنا لهم ديال الحواله قبيله عشي صافي من رجعت للدار وانايا مخنوقه حلقي ونيفي مخنوق كانت فيهم ديك الغبره وتجري وديك الحواله وتطلع الغبره عاد قتلاتني صراحه عاد نشرب شي سيرو باش يسرح لي شويه حلقي واني فت خنقت بديك الريحه ويلا ليله سعيده حاليكم وباي باي.